السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتي على قناتكم قناه بي باوجي تي في. مخوداتي رجعتكم من جديد، كنتمنى بعدا تكونوا كاملين بخير وعلى خير وكاع الناس كتابع قناه بي باوجي تي في. شكرا لكم بزاف بزاف. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو معكم اخوتي اخواتي غنتكلموا على تهكير فري فاير في هذا الفيديو اخوتي. ولكن اخوتي اخواتي ما تنساوش اخوتي اخواتي تسيو واحد البطوره ديال اللايك، واش مازال خدامه ولا لا؟ يلا العشرة فرقعوها اخوتي اخواتي. هاد الفيديو اذا وصلتوه لازيد من 1000 لايك ان شاء الله باذن الله غنديروا مسابقه على قناه بي باوجي تي في على 2000 جوهره، وعتكون بات مباشر اخوتي اخواتي. ولكن اخوتي ما كرهتكمش هاد الفيديو كما قلت لكم، توصلوا لازيد من 1000 لايك في اسرع وقت اخوتي اخواتي. ولو وصلتوا ان شاء الله هاد الفيديو هذا غدا ان شاء الله ندير لكم الجزء الثاني لهذا الفيديو هذا، ونشوفوا شكون غيفوز معنا في تيك المسابقه اللي غنديروا. عتكون مسابقه ديال روم اخوتي، عندي بطاقه ديال روم، وغنشوفوا اخوتي شكون هاد الاسطوره اللي يقدر يفوز بهذا 2000 جوهره. ولكن اخوتي كما قلت لكم ما تنساوش اخوتي توصلوا لهذا الفيديو لازيد من 1000 لايك اخوتي اخواتي. ولو وصلتوا هذا الفيديو غدا اخوتي، غدا ان شاء الله باذن الله غنديروا هذه المسابقه اخوتي اخواتي ان شاء الله قريبا اخوتي اخواتي. غنديروا واحد السلسله اللي بزاف ديال الناس عاوتاني كيعجبهم على المجانيات ديال فري فاير اخوتي. وهذا الفيديو هذا كما قلنا غنتكلموا فيه بالتفصيل العشرا على تهكير فري فاير. وهذا الاخر اخوتي اخواتي وقع لي واحد الفلاش اللي بزاف ديال الاشخاص يقدر يطيحوا فيه. قال لك معايا اسطوره باش ما طيحش انت في هذا الخطا اللي درت انا، باش انت يا صديقي ما طيحش في هذا الخطا وما يمشي لك شي بزاف ديال الاشياء. وهاد الاشياء اللي مهمين بزاف بزاف اخو صديقي، مهمين بزاف بزاف. يلا العشرة خليكم معنا وندخلوا لعبه فري فاير ونكملوا اخوتي تما. يلا العشرة نتلاقاو في لعبه فري فاير. المهم اخوتي اخواتي رجعت لكم من جديد، وكما قلنا اخوتي اخواتي في مقدمه الفيديو غنتكلموا في هذا الفيديو هذا على تهكير فري فاير. اخوتي اخواتي اكتشفت واحد الطريقه اللي نقدروا نهاكيو بها لعبه فري فاير وما يعيقش بينا حتى الجل كحال، ماشي غير الشركه ضايق بينا. لا اخوتي اخواتي الطريقه هذه ان شاء الله غنتكلموا عليها في اخر الفيديو. ما تزبي والو اخوتي اخواتي من هذا الفيديو، وحطوا لنا لايك الدراري لهذا الفيديو باش وصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وانا عارفكم اخوتي اخواتي كفوا تجيبوا اكثر من 1000 لايك يا اساطير. يلا اخوتي غير ما تحتكروش علينا باللايك يا اصدقاء. المهم اخوتي اخواتي كما كتشوفوا في هذا الاخر فري فاير كتحط بزاف ديال الاشياء اللي لا علاقه بالعربيه تعرف. والله العظيم اخوتي اخواتي مثلا هذا الجوكر هذا، اخوتي اخواتي كاين بزاف ديال السيربولات اللي كنظن انا عاد عطيه لهم بالمجان، ولكن حنا انتم عاد تشوفوا اخوتي اخواتي عاد جبر الاحتكار 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 وجواهر اخوتي اخواتي. حاليا مازال بزاف ديال الطرق اللي كانوا عطاوهم الناس حال هذه، مثلا يمكن لك تشوف بعض الاشياء هايده وتحصل مثلا على الجوهره. المهم اخوتي اخواتي ديك الطريقه هذيك راه مازالت شغاله عند بزاف ديال الدول، ولكن اخوتي اخواتي حنا في الدول العربيه كراه كيحتكروا علينا هاد الناس المتطورين ديال هاد السيربور، راه كيحتكروا على الدراري وعلى ولاد الشعب بزاف ديال الاشياء. المهم اخوتي ملي هما مازالين محتكرين وكيحتكروا علينا بزاف ديال الاشياء كما قلت لكم، راه اخوتي اخواتي في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على واحد الطريقه اللي نقدروا نهاكيو بها لعبه فري فاير، وما تقدرش تعيق بين الشركه باش ما تبنق لنا شي اول حاجه الحساب ديالنا، وثاني حاجه لو كنت يا صديقي كتخدم هذا الهاك في الكونت العشوائي راه يا صديقي ماشي عاد باني ليك الحساب، لا عاد باني ليك الهاتف. احرص من هذه خصك تهادك معايا مزيان فيها يا صديقي. شوف لا بغيت لا كنتي كتستعمل الهاكر ديال الهيك شوت، الهاكر ديال الاختفاء، الهاكر ديال هذا اللي كتشوف كيستعملوه بزاف ديال الدراري، يا صديقي راه كنصحك من هذا الفيديو راه ما تستخدمش تيك الهاكر في الكونت العشوائي. غتقول لي علاش اخي زوير ما نستخدمش الهاكر في الكونت العشوائي؟ انا نقول لك علاش، حيت يا صديقي الا استخدمتي الهاكر في الكونت العشوائي ملي كتطلع بك الشركه وكتجبرك باللي مهاكي لعبه فري فاير وكتلعب بالهاكر، يا صديقي راه شركه ما كتجبر مثلا ما كتقول انا مع هو كنت عشوائي، هو كنت غير تجريبي عشوائي، هي ما كتباني الكونت وكتزيد تباني حتى الهاتف. علاش كتباني الكونت وكتباني الهاتف؟ حيت يا صديقي راه ملي كتباني الهاتف كتباني الكونت، كتسمايا عارفين كونت عشوائي، تقدر تدخل باي كونت اخر فيسبوك ديالك ولا بايميل ولا بشي حاجه. هما لا، هما كيبانيو الكونت العشوائي وكيبانيو معاه حتى الهاتف. ولكن انظن لو كنت مثلا مخدم الهاكر في بشي كونت عنده ايميل ولا فيسبوك كنظن عيباني وغير الكونت، مثلا عيباني وغير الكونت، ولكن الهاتف ما عيباني. واش علاش ما عيباني وعلى الكونت؟ حيت عيرزيو هما عيشدوا لك الكونت، اذا ما عاد يمكنش تبقى تلعب بالهاكر. ولكن في حالة كان شي هاكر خاطر ولا شي هاكر مثلا اللي ديال الجواهر ولا داكشي ديال مثلا ديال السكينات ولا شي حاجة، راه يا صديقي راه الشركة عاد تباني لك الكونت
وعضباني لك مثلا حتى الهاتف. ولكن يا صديقي كان كاين شفت بزاف ديال الاشخاص وبزاف ديال الدراري كيقولوا بعض التطبيقات الصينيين كيعطيوك اي دي، كيعطيوك اي دي في وسط مثلا هاتف، في وسط هاتف، هاد هاتف في وسط هاتف كتسمى انت عندك هاتف وكتنزل واحد التطبيق كيكون الحجم ديالو بين 200 ميجا 300 ميجا، المهم الحجم ديالو كبير، وخاص يكون الهاتف اللي عندك خاص يكون هو يكون قوي، ماشي يكون شي هاتف اللي ضعيف. حيتاش انا قلت لك راه التطبيق اللي كيعطيك هاتف في وسط هاتف راه الحجم ديالو كيوصل حتى كاين بعض التطبيقات كيوصلوا حتى 300 ميجا، كتجبر كلشي، كتجبر فيه بلاي ستور، كتجبر فيه جوجل، كتجبر فيه بحال اللي عندك هاتف، بحال اللي عندك هاتف محطوط اي دي جديد. المهم اخوتي وهيداك وما كان ما نقول لكم شي راه داك الشيء لا خدمتي الهاكر يا صديقي في داك الشيء راه يقدر ما يعتقش بك الشركه وتبقى خدام بديك الهاكر سير على طول. يا صديقي انا ما جربتي جربتك التطبيقات ديال اللي كيعطيوك اي دي في دوله اخرى، اه يا صديقي داك الشيء خدام، ولكن ما نضمن لكمش يا اخوتي حيتاش ما تجيوش في الاخر تبقاو تسبوني راني كذا وكذا. الله اخوتي ما بغيت حتى شي واحد يضيع بالعربيه التعرض، انا كنعطيكم هذه الافكار باش نتوما تكونوا عارفين هذه الاستراتيجيات اخوتي يا اخوات، حيتاش الشركه كتحتكر علينا بزاف ديال الاشياء. شوفوها الاشياء اللي مثلا هذا البطريق هذا يا صديقي راه الا مشيتي تسارى في الكونطات الاجنبيه ولا في السيرفرات الاجنبيه تجبروا عند الناس ب 25 جوهره وحنا راه عندنا ب 50 جوهره مثلا. هذا السكين هذا ولا اولوك اولوك بعدا نقولوا الشركه المهم هو قال السي ما يمكنش يعطيوه المجال، ولكن بعض السكنات اللي جينا نشوفوا حنا مثلا عندنا هنايا كتجبر واحد الثمن خيالي، ولكن ملي كنشوفوا في السيربولات الاجنبيه كنجبروا رقصات بواحد الثمن بسيط، مثلا الرقصه واعره ب 300 جوهره 200 جوهره، ولكن حنا عندنا اخوتي اخواتاتي كتجبر ديما الرقصات اللي كيطيحوا ب 800 جوهره الفوق، 800 جوهره ما كاينش، ما كاينش ديك شفنا شي رقصه اذا مثلا تحطت 200 جوهره مثلا، حنا خصنا نشوفوا شي حاجه اللي كتحط يقدروا يشحنوها كاع الدراري ماشي اخر بشحال مثلا على الرقصه 800 جوهره ما يمكنش. والماجيك يوب اخوتي ملي بداو يعطيوه للناس مابقاوش يضيفوا مثلا شي حاجه اللي زوينه كنشوفوا ما شفناش، وهاد اللعيبه هادي اخوتي شوف دابا انا ما نخسر رزقي في هادشي هذا، وهاد هاد مثلا هاد الجوج هادو اللي في القاع علاش ناس كيخصهم يحطوا تما شي حاجه اللي تكون زوينه مثلا شي سلاح اللي يكون دائم ولا مثلا شي حاجه اللي تكون اللي يستافدوا منها الدراري وهاد تكون ولا شي سكين ولا شي حاجه اللي تكون زوينه، ماشي ينزلوا لك واحد الحاجه اللي جميع الناس عندهم. كيديروا واحد الحاجه اللي شفت انا مزيانه هاد الشركه كدير واحد الحاجه مثلا الحاجات اللي تحطوا شحال هادي الناس اللي ما استفدتش منهم في ديك الوقت راهم هما كيرجعوهم والناس اللي استفدتهم كينطعنوا. مثلا هاد السكين هذايا بزاف ديال الاشخاص كان عندهم شحال هادي، ولكن دابا الناس كتستافد منه، ولكن هاد بك مساكين كيتهتكوا كيقولوا شوف هاد الشركه دابا هما كاعيين، كاين بعض الناس كاعيين وبعض الناس فرحانين. علاش؟ حيتاش انت ملي كتشوف واحد الحاجه عند صاحبك قديمه ما يمكن لكش ما عندك حتى مين تجيبها، عندك حتى مين تجيبها، ولكن الشركه في هذا الشيء اللي كدير مزيان كترجع مثلا ديك الاشياء اللي تحطوا شحال هذه كترجع منها وكتحط ديك الاشياء، هذا الشيء اللي شفته انا في هذه الشركه مزيانه. اما شي باقيه اخرى اخوتي اخواتاتي الاحتكار وثم الاحتكار وثم الاحتكار، اي حاجه كتحطها كيحتكروا علينا اخوتي اخواتاتي بها. اخوتي اخواتاتي كما قلت لكم راه بغيتوا تهاكيو لعبه فري فاير راه ساهله يا صديقي، خصك يكون عندك اول حاجه روت في الهاتف ديالك ضروري من الروت، الروت يا صديقي راه مهم بزاف، ما تخدمش الهاكر في الهاتف ديالك الا ما كانش عندك الروت، الا كان عندك الروت نضمن لك مليون في المئه تقدر ما نقولش مليون في المئه نقولوا الطوب، ولكن لو كنتي كتخدم بعض التطبيقات اللي كيعطيوك اي دي وكتخفي الاي دي الخاص بك باش في حاله سبحان الله لا مشات لا هكا تحست بك الشركه سبحان الله يقدروا يشدوا لك الاي دي ديال الهاتف ديالك ويمنعوا عليك تزيد تلعب فيها فري فاير وزيد. ولكن كنصحكم اخوتي الا عندكم الروت راه كاين بزاف ديال التطبيقات اللي كيعطيوك بزاف ديال الميزات وكيخدموا غير بالروت، يمكن لك تبدل الاي دي، يمكن لك تبدل اصلا ديك التطبيقات اللي قلت لك، المهم كاين بزاف ديال الاشياء اللي يمكن لكم تهتكوا بها. يلا اخوتي طلعوا لي فراسكم وكان معكم الزوير، ولكن ما تنساوش يا اخوتي توصلوا للفيديو كما قلت لكم الازيد عدد من اللايكات، والسلام عليكم اخوتي.